صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. قال أبو ذر الغفاري: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ملأ من أصحابه، فقال رجال منهم: فإنا نحب الله ورسوله، ولم يذكروا أهل بيته. فغضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، أحبوا الله عز وجل لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني بحب ربي، وأحبوا أهل بيتي بحبي، فوالذي نفسي بيده لو أنا رجلا صفن بين الركن والمقام، صائما وراكعا وساجدا، ثم لقي الله عز وجل غير محب لأهل بيتي، لم ينفعه ذلك.